حجم ما هو التكليف على الروح القدس. التكليف على الروح القدس هو عدم التعامل مع الروح القدس مدى الحياة، رفض كل تعامل للروح القدس مدى الحياة، هو ده التكليف على الروح القدس. فما دام الانسان يرفض التعامل مع الروح القدس والاستجابة للروح القدس والشركة مع الروح القدس مدى الحياة، يبقى مش هتكون له توبة، لان التوبة بتيجي بعمل الروح القدس فيه، وهكذا ما يكونش فيه مغفرة. لكن مش التجريف يعني يشت مع الروح القدس، لا، لان الذين انكروا لاهوت الروح القدس لما تابوا قبلتهم الكنيسة.